انا اسمي مصطفى ماهر ابراهيم، مقطوع في الهلال الاحمر المصري. احنا من امبارح شغالين في محافظه القاهره على جميع المناطق. طبعا شغالين في الزمالك، شغالين في مصر الجديده ومدينه نصر وشبرا، يعني ماسكين جميع المناطق بتاعت محافظه القاهره كلها، بنغطيها في الانتخابات. شغلنا ان احنا بنعقم اللجان وبنقدم خدمات اسعافات اوليه لو في اي اصابات داخل اللجان او خارج اللجان. لا لا، بنقدم خدمات اسعافات اوليه لكل الناخبين او الناس اللي شغاله جوه، الموظفين اللي جوه اللجان. قلت لي ان انتم متطوعين، يعني تمام. كلمني بقى عن الفكره دي بقى، بالك قديش او تطوع في الموضوع؟ والله احنا فرقه تدخل اسماء الطوارئ، الفرق ديت مسؤوله عن تقديم الاسعافات الاوليه للمجتمع المدني. احنا بنساعد الجهات المنظمه في الانتخابات او اي حدث بيحصل في جمهوريه مصر العربيه عامه. احنا بنقدم اسعافات اوليه لكل الاشخاص، يعني انتوا تابعين للهلال الاحمر المصري عشان الانتخابات. بنأمن الانتخابات دعم نفسي وتعقيم كمان في إسعافات أولية. بالنسبة للتعقيم، احنا المادة بنستخدم كحول مركز بنسب معينة وبنحطها بتقدير مناسب مع قدر من الماء يعني، وبنقدر نرش بيها، والمادة أمينة جدا جدا على سواء على الايدين او على الملابس او على اللجان اللي احنا بنعطيها. احنا غرفه العمليات معانا خطوه بخطوه تقريبا، وبتعرف احنا بنعمل ايه في كل في اغلب